إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا إخواني الكرام. أولا وبادئ ذي بدء، أسأل الله جل في علاه أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء، وأن يبارك لنا ولكم هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. فقد تم تسجيل، وللأسف تم تسجيل 8 حالات، ويقدر الله وما شاء فعل، تسجيل 8 حالات مؤكدة في المنطقة التي أسكن فيها، وقد تم الحجر على أزيد من 70 شخصا من المخالطين. فنسأل الله السلامة والعافية من كل داء، وكما قال ربنا جل في علاه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأقول لكم هذا إخواني الكرام حتى لا تنسونا من صالح دعائكم. فلهذا نقول دائما أن الأمر جلل، ولا بد من الاتخاذ بالأسباب، ومن أهم الأسباب هو الالتزام بالحجر الصحي في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة، فهذا سلامة لنا ولأولادنا ولأوطاننا. فنسأل الله تعالى أن يكون في عون المحتاجين في هذه المحنة، هذا أولا، ثم في عون القائمين على حماية المواطنين ثانيا. وحتى لا نطيل عليكم إخواني الكرام وقد فعلنا ذلك، فلنعتذر منكم أحبابي الكرام من هول ما أصابنا، ولكن الحمد لله رب العالمين، وقدر الله وما شاء فعل. إخواني الكرام، حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث فيها عن كيف يمكننا جعل الدجاج أو البط يرقد. فأولا يجب أن نتفق أنه لا يمكن إجبار الطيور على الرقاد، وهذا دائما ما أقوله، ودائما ما يسألني الإخوان الكرام: هل يمكننا إجبار الدجاج على الرقاد؟ فأخي الكريم، أختي الكريمة، لا يمكن أن نجبر الدجاج أو الطيور بصفة عامة على الرقاد، لكن يمكن تحفيزهم ومحاولة جعلهم يرقدوا على البيض. وهناك بعض الطرق البسيطة، وأهمها وأنجحها في الغالب هي بعض الأعمال التي يمكن القيام بها بكل بساطة، لكن إذا لم تنجح معك منذ المحاولة الأولى فهذا لا يعني أن العملية فاشلة، بل يجب المحاولة ثم المحاولة والبحث عن السبب الذي جعل الطائر لا يرقد، وستنجح معك بإذن الله تعالى. لكن أولا دعونا نتحدث عن الأسباب التي تجعل الطيور سواء الدجاج أو البط لا يرقد. فأول الأسباب وبكل بساطة وبكل اختصار هو أن الطائر لا يجد مكانا آمنا ليرقد فيه. وكما تلاحظون أن الدجاج عندما يريد أن يبيض دائما ما يلجأ للأماكن المظلمة والمختبئة والمؤمنة، لهذا يجب وضع بيضات أقصد الأماكن التي يبيض فيها، ولا بد من وضع البعض من التبن أو النباتات الجافة في المكان الذي يريد أن يبيض فيه. وكما نقول لا بد من صنع بحبوحة، نحن نسميها بحبوحة، ليتجمع فيها البيض، وهذا يحفز الدجاج أو البط أو أي طائر على وضع البيض بشكل جيد، هذا من جهة. وبعد أن يبدأ في إنتاج البيض حاول أن تتركه له ولا تأخذه حتى يتجمع عندها البيض أو العدد المناسب لترقد عليه، فهذا أيضا يحفزها على الرقاد وعلى الحضانة عليه. وأهم شيء هو التغذية والرعي، فلا بد أن يكون غالبية ما يقتات عليه هذا الطائر من الطبيعة، لأن الطائر عندما يرعى يختار ما يناسبه وما ينقصه من مكونات غذائية، وأهم ما يعتمد عليه في تغذيته هي البروتينات والكالسيوم وبعض الأملاح المعدنية والكثير من المكملات والمكونات الغذائية الهامة. لهذا ترى الطائر غالبا ما يقتات على النباتات، وذلك لما فيها من مكونات ومكملات غذائية هامة، إذ تساعده في تكوين البيض واللحم ويقوي مناعته ضد الأمراض. فالطائر إذا كان يحس بالتعب والمرض فبطبيعة الحال سينقطع عن الإنتاج وسيصبح هزيلا جراء فقدانه للشهية. ولكن إذا كان الدجاج محبوسا في عنبر يعني في مسكن مغلق، فيجب على المربي أن يعتمد على نظام غذائي جيد،
ويعتمد على الحبوب وعلى رأسها القمح والشعير وأيضا بقايا الطعام وبقايا الخضر وبعض النباتات. ولا بد من توفير الحرارة المناسبة لكل فصل سواء في الشتاء أو في الصيف، يعني في الشتاء توفر لهم الحرارة المناسبة الدفء، وفي الصيف توفر لهم الجو المناسب البارد، لا يكون باردا لأدنى مستوى لكن حرارة مناسبة. فبهذه الأساسيات ستحفز الطائر الدجاج أو البط على إنتاج البيض، وتحفزه أيضا على الرقاد عليه. وهذا لا يقتصر على الدجاج فقط كما قلت، بل حتى البط، لأن الكثير من الإخوة يتساءل على البط يرقد، هل البط يرقد أم لا؟ وأنا أتفق معهم في ذلك بخصوص البط، وأقصد بالبط كل فصائل البط، المسكوفي أو البلدي أو الإيواز إلى آخره من فصائل البطيات. وأنا عندي مثال لذلك أن البط يرقد، قد اتبعت معه طريقة بسيطة. للعلم أنني في السابق كنت حيرانا دائما، كنت دائما أتساءل، وأخذت الكثير من التجارب في إجباره على الرقاد، وكلها باءت بالفشل، لكن توصلت للحل المناسب والأمثل والأصح في جعل البط يرقد، والحمد لله رب العالمين تمت ونجحت العملية، وهي ترك الطائر يضع البيض في المكان الذي يختاره هو، ولا بد من تركه له ولا تأخذه منه، فهذا يحفزهم على الرقاد. وهذه الإوزة أيضا اتبعت معها نفس النهج، والحمد لله رب العالمين رقدت على البيض، وهذه ثاني مرة ترقد عليه. في المرة الأولى لم يخرج صيصان، كانت كثيرة الحركة لأنني لم أضع لها المكان المناسب لترقد عليه، فماتت الكتاكيت داخل البيضة. وهذه المرة أيضا بإذن الله تعالى نجحت العملية في رقادها، واختارت هي المكان المناسب، وتركت لها البيض. صراحة تركت لها 5 بيضات فقط حتى نجرب، فأخاف أن أخوض التجربة مرة أخرى وتفشل، لكن سنوافقكم بإذن الله تعالى عندما تفخص البيضات، سأريكم النتيجة بإذن الله تعالى. وهذه بعض اللقطات إخواني الكرام، وهي في محضنها يعني مرقدها، لكن يجب الانتباه من عدم إزعاجها أو الاقتراب منها، ويجب الانتباه أكثر من الذكر لأنه يصبح أشرس وأعنف عندما ترقد الأنثى عن البيض، فهو يدافع عنها كلما اقترب منها أي مخلوق سواء بشر أو كلب أو قط إلى آخره بحسب استطاعته طبعا. فإليكم هذه اللقطات إخواني الكرام كما قلت من مرقدها. وكما تشاهدون هذا علي يحاول تصويرها عن قرب، لكنه يعرف ضريبة الاقتراب منها لأنه في السابق قد هاجمه، ولكنه فر هاربا ولم يقم بإيذائه، ولكني أنا أيضا أحرسه من الخلف مخافة أن يهاجمه. فإذا إخواني الكرام قبل الختام لا بد من تلخيص ما قلناه، وهو إذا كنت تريد من الطيور أن ترقد على البيض فلا بد من تهيئ وتوفير ما يحفزها على ذلك، ومن أهم ما يحفزها هو وضع أماكن لإنتاج البيض أو كما نسميها بالبياضات أو البحبوحات كما ذكرت، ويجب أن تتوفر على الأمان، وأيضا لا تأخذ منها البيض، ويجب أن توفر للطيور التغذية السليمة والمتكاملة وتوفير مرعى جيد إن أمكن. فهذا والله أعلى وأعلم، فما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن الشيطان، والله الموفق لكل خير. فجزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة، ولا تنسوا الانضمام لعائلة قناة دواجن أبو علي حتى نصير أكبر بإذن الله تعالى، وهذا بفضل الله ثم بفضل اهتمامكم واشتراكاتكم، فشكر الله لكم إخواني الكرام. وأيضا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا يزيد من تشجيعنا على نشر المزيد،
ولمن أراد أن يتوصل بجديد القناة فليفعل زر الجرس. فدمتم في رعاية الله وحفظه، ودمتم موفقين بإذن الله تعالى، ورمضان مبارك علينا وعليكم، وجعلنا الله وإياكم من العتقاء يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.